نروح يا جماعة على موقع جيت بوتستراب، تمام، على دوكيومنتيشن، على كومبوننت. من كومبوننت في عندي بجنيشن، هاي الكود كوبي، هاخده هلصقه وين؟ لصق، كنترول اس، ريفرش، الشكل هذا. طبعا عندي هنا ايش؟ السابق، والتالي، مظبوط بالشكل هذا، السابق ومين والتالي، وعندي 1 2 3 الارقام. طبعا هذه الارقام حتيجي بناء على الريكورد اللي موجوده عندي وين؟ في الداتابيس. بناء على الريكورد اللي موجوده عندي وين يا جماعه؟ هنا زي ما اتفقنا بدي اعمل بي اتش بي، هي متغير اس بيساوي select all from users table. طب حد يسالني يا استاذ ليش ما اخذنا جمله استعلام اللي فوق؟ لانه جمله استعلام اللي فوق فيها ليميت، فيها ايش؟ ليميت، فكل مره حيرجع لي كم واحد؟ 3. وضحت؟ جملة استعلام هذه اس كيو ال الاولى كل مرة حيرجع لي كم ريكورد؟ 3 بس، لانه عمل ايش؟ ستارت وريكورد بير بيش، عمل ليميت. عشان هيك حضطر اعمل ايش؟ هذا الكلام. وهي ار بتساوي دي بي كويري، لو تغير الاس، وبعدين عندي التوتال بيساوي دي بي نم روز لمين؟ للار. وعندي هنا نم بيجز عدد الصفوف او عدد الصفحات اللي حنقسمها، ايش حتكون؟ في عندي دالة زي ما اتفقنا اسمها ايش؟ سيل، هي توتال على ريكورد بير بيج. تمام تمام. الان هذا الاي شايفينها، بديش اياها، بدي اعمل هيك، امسح 2 واخلي 1 بس. ايش صار؟ هاي هذه مسح، وهي هذه مسح. حيضل هنا ايش عندي؟ الاي هذه هنا ايش بدي؟ 4. وهنا بي اتش بي عشان انهي مين؟ الفور، تمام؟ هاي هنا 4 اي بتساوي 1، والاي اقل من او تساوي مين؟ النوم بيج اي بلس بلس. هاي بداية مين؟ 4، وهي نهاية مين؟ 4. حلو الكلام؟ هنا هحكي له بديك تروح على البيج لما البيج بتساوي الاي، وهنا بديك تطلع لي مين؟ نفس الفكرة الاي. ايش هذا يعني يا جماعة الرابط؟ هذا الرابط هو هذا شايفينه؟ بس بدل ما انسخه زي هيك واكتبه الشكل هذا، ايش عملت؟ حكيت له علامة استفهام بيج، يعني بدك تضيف لي على ريوارد ايفل اللي موجود مين؟ هذا المتغير. واضح؟ بدك تضيف على ريوارد ايفل هذا المتغير، يعني حيجي يعمل لي هيك بالضبط. تمام؟ وكل مرة حياخذ من قيمة الاي، أول مرة بقديش؟ 1، بعدين 2، بعدين 3، لما يصل لقديش؟ ل7. هاي كنترول اس، هاي ريفرش، لاحظوا كم واحد جاب عندي؟ لو ضغط على 2 3، لاحظوا البيانات مالها؟ بتتغير، بناء على ايش؟ بناء على الستارت وعلى ايش؟
على الريكورد دير ليش؟ وضحت؟ طيب الآن التالي كيف بدي أعمل التالي؟ التالي كيف بدي أعمل التالي هان؟ كيف بدنا نعمل التالي يا جماعة؟ إيش التالي أصلاً؟ إيش التالي؟ تن هروح على التالي هنا صح؟ هنيجي نحكي بي اتش بي اف انه البيج اقل من نم مين بيجز ايش بدك تعمل لي؟ بدك تحكي لي هان البيج بتساوي البيج زائد واحد مظبوط؟ طيب هاي ريفرش هاي التالي هاي التالي تالي 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 وين التالي؟ ليش؟ لأنه ايش؟ أقل من سبعة تمام؟ طيب السابق بالضبط اهو بس ايش؟ ماينس يبقى هنا ايش بدي اعطيله شرط؟ هنا ايش بدي احكي له؟ لما البيج بتساوي البيج ناقص مين؟ واحد تمام؟ طيب ايش الشرط؟ ايش الشرط يا اخوان؟ طيب الان نفس الحاجة بدنا نيجي نحكي له بي اتش بي اف انه متغير البيج اكبر من او يساوي 2 وهي نهاية مين؟ لاحظوا كل حاجة بعملها بداية في الاف او الفور بعملها ايش؟ نهاية عشان ما تلخبطش. بيج بتساوي متغير البيج ناقص واحد. هاي ريفرش. هاي التالي. التالي. هاي السابق. السابق. خلصنا. تمام؟ طيب الآن بدي إياه يحدد لي إذا أنا على ثلاثة يحدد لي إياها بلون إيش؟ أزرق يعني أكتف يخليها أكتف عشان أخليها أكتف حنروح على هنا الموقع هنلاقي حاجة اسم هاي شايفينها؟ في الـ LI إيش اسم الكلاس؟ إيش اسم الكلاس؟ أكتف هي كنترول سي. طيب هذا متى بده يكون أكتف؟ والله إذا كان إف هنا شايفينها؟ هاي بي اتش بي اف انه البيج بتساوي مين؟ الاي اذا كانت مين يا جماعة؟ واحد بساوي واحد يبقى هذا ايش؟ اكتف واضح؟ اذا كانت البيج واحد وكانت الاي واحد واحد بساوي الواحد يبقى ايش؟ اكتف طيب خلصنا لسه ما خلصناش هنا ايش بدي احكي له إلس ما انساش لانه لو بش ايش واحد هي نسخ هي لصق يبقى مالها لو ما بسويش بعض يبقى مش اكتف تمام إذا كانت البيج بتساوي الاي يبقى ايش هنا؟ اكتف يعني حدد لي على الرقم اللي موجود انا عليه حاليا. ما بتسويهوش هات لي اياها بدون تحديد، هي كنترول اس هي ريفرش. لاحظوا هي ثلاثة، هي خمسة، هي خمسة، السابق، 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 هي واحد، هي سبعة.
تمام؟ الخمسة ساوت الخمسة، إيش خلالي إياها؟ أكتف. وضحت الفكرة يا جماعة؟